أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ بمقر الجامعة العربية سبل تعزيز التعاون المشترك. الكرملين يكشف عن وجود تفاهمات مع أمريكا حول مناقشة الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن. وتعطل مواقع إلكترونية لشركات طيران أمريكية كبرى وإلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية. الحادية عشرة صباحاً، التاسعة في جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من إكسترا نيوز، أهلاً بكم. استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرن بمقر الجامعة، وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات في العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كشف الكرملين عن وجود تفاهمات مع الولايات المتحدة حول إجراء محادثات بشأن الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن. أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن السفير الروسي سيعود إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة. من ناحية أخرى، أعرب الكرملين عن قلقه إزاء مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ناتو، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل خطا أحمر. تعطلت المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الأمريكية الكبرى أمريكان إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، وأشارت التقارير إلى وجود مشاكل في شركة ساوث ويست إيرلاينز مع أكثر من 400 تقرير يشير إلى تعطل موقع خطوط دلتا الجوية و300 تقرير حول موقعي شركتي الطيران الأخريين. هذا وألغت ساوث ويست ما يقرب من 300 رحلة الأربعاء وأجلت أكثر من 500 رحلة بعد أن اضطرت إلى وقف العمليات مؤقتا بسبب خلل تقني. دخلت إيران في فترة الصمت الانتخابية عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غد، وإلى جانب الانتخابات الرئاسية تشهد إيران غدا انتخابات تكميلية برلمانية وكذلك انتخابات رؤساء البلديات، وتم تخصيص 66800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و75015 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية. أطلقت الصين صاروخا على متنه ثلاثة رواد فضاء في أول مهمة مأهولة إلى المحطة الفضائية تيانغونغ التي تبنيها الصين، وأقلع الصاروخ من قاعدة إطلاق الصواريخ في صحراء مدينة جوبي شمال غرب الصين حاملا رواد الفضاء الثلاثة الذين سيمكثون ثلاثة أشهر في المحطة، فيما سيشكل أطول مهمة فضائية مأهولة للصين حتى الآن. اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن ألمانيا ودولا أخرى تبطئ المعركة العالمية ضد فيروس كورونا من خلال منع التنازل عن براءة اختراع اللقاحات، وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يجب اعتبار التنازل عن براءة الاختراع واحدا من عدة تدابير لمعالجة عدم المساواة في توزيع اللقاحات. ختاما ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام أو يوتيوب. انتهى الموجز الإخباري وإلى اللقاء.